مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، فالأجواء دائما ستبقى مغشاة جزئيا على المدن الساحلية، نشاط رعدي مرفوق بأمطار احتمالا تكون معتبرة ورعدية على المرتفعات الداخلية حتى مرفوقة ببرد. هذه الأمطار ستلتحق ليلا على المدن الساحلية. النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء ومنطقة الثورة، دائما أمطار غير مستبعدة ورعدية. بالجنوب الجزائري الأجواء ستبقى مغشاة جزئيا وبالتحديد بأقصى الجنوب ومرتفعات الهجار والتاسيدي مع زوابع رملية موسمية بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا إذا لتقارب 21 درجة بالجزائر العاصمة، عندنا بسكيكدا تلمسان 20 درجة، بوهران مستغانم 23 درجة، بتيزي وزو 14 درجة، بالجلفة 13، بالبيض 17 درجة، ببتنا قسنطينة الصيف لن تتعدى 23، بشمال الصحراء 29، بتندوف 29، بأدرار 27، بإنصلح 25 درجة، بتمنرسة وجناتي تقارب 28 درجة، بأقصى الجنوب. ظهيرة الغد بحول الله سيكون فيه تراجع لدرجات الحرارة القصوى مقارنة بنهار اليوم، 33 درجة بعنابة سكيكدا، 29 بالجزائر العاصمة، بجاية 24 بوهران ومستغانم، 29 بتلمسان، 19 درجة بالجلفة، 18 درجة بالبيض، 31 بتيزي وزو وغليزان، 24 درجة ببتنا لن تتعدى 30 درجة، بشمال الصحراء 38 بإليزي، 42 درجة بأدرار، 41 بإنصالح، 33 درجة بمدينة تندوفي تقارب 42 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري، فالبحر سيبقى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، سرعة رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، رياح ستأتينا وفق التيارات غربية جنوبية غربية على السواحل الوسطى والشرقية. الختام سيكون بالمعلومات الفلكية، نهار الغد شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و37 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة.